أولا إحنا السلاح المتواجد في البلد ليس جديد. العراق مر بحروب كثيرة، مر بإرهاصات كثيرة، بوضع أمني سابقا كان الوضع الأمني أجل، وبالتالي أكيد متوفر السلاح. يعني خلي نبدي مثلا بلا جينوسات، ما أريد أرجع للزمن السابق. زين. في 2003 كل المكاتب مال الجيش العراقي، مال القوات الأمنية، الأجهزة الأمنية كلها تفرهدت، انباقت، وبالتالي السلاح من انباق وين راح؟ يم فلان ويم المواطن ويمك ويمي، وكل المواطنين عندهم أسلحة. وبالتالي احنا من 2003 لل 2018 ويشاطرني استاذي ومعلمي الاستاذ سرمد البياتي حتى هذا الكلام، نحن من 2003 لل 2018 نقاتل الارهاب،